مزيد من النقاش ينضم إلينا دكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. يعني السنغال ترغب بالتأكيد من مصر في دعم وجودها والاستفادة من تجربتها في ملف مكافحة الإرهاب خصوصا في الساحل الأفريقي، وبالتأكيد مصر ترغب في تدعيم علاقاتها مع الدول الأفريقية ككل ووجودها في قلب القارة الأفريقية وتسعى لذلك منذ سنوات عدة. ما الذي من الممكن أن تقدمه كل دولة للأخرى في رأيك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين في البداية. يمكن في حقيقة الأمر أنه يعني الدولة المصرية منذ وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في منتصف العام 2014، وهي يعني تتحرك بشكل قوي تجاه تعزيز العلاقات تجاه مجمل دول القارة الإفريقية. يمكن إجمالي عدد الزيارات يعني التي قام بها السيد الرئيس إلى الدول الإفريقية يعني تكاد يعني تصل تقريبا إلى 30 زيارة. في المقابل طبعا الدولة المصرية يعني استضافت كثير من الرؤساء والزعماء من الدول الإفريقية في العاصمة المصرية القاهرة. فيما يعني يخص الزيارة التي نحن بصدد الحديث عنها والتي تتعلق بزيارة الرئيس ماكي سال رئيس دولة السنغال، هي زيارة بتعد من الزيارات الهامة للغاية، ويمكن أهمية هذه الزيارة تتعلق ب يعني دلالات التوقيت، لأن السنغال ربما في غضون الأيام القليلة المقبلة يعني سوف تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، لأنه طبعا من المعروف وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي صادر في العام 2000 أن يتم يعني تناوب رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل سنوي، وبالتالي في هذه المرة وفي هذا العام والعام الجاري سوف تتولى السنغال رئاسة يعني أهم منظمة قارية وهي منظمة الاتحاد الأفريقي، وذلك خلفا لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة المنظمة في العام الماضي. يعني يمكن هذه الرئاسة يعني بتضع يعني مساحة مهمة جدا للتعاون بين الجانب المصري والجانب السنغالي، خاصة في ضوء وجود بعض القضايا الملحة التي أشار إليها السيد الرئيس في يعني تصريحه وخطابه اليوم بخصوص هذه الزيارة. ملفات هامة للغاية، يعني من أهم هذه الملفات مسألة مواجهة جائحة كورونا في القارة الإفريقية أو الكوفيد-19، يمكن جائحة كورونا منذ ديسمبر 2019 وبداية الظهور في مدينة ووهان الصينية يعني انتشرت بشكل وبمعدل سريع للغاية في كل دول العالم. باتت المسألة المهمة بعد الانتشار هي مسألة التفكير ربما في يعني في العام الأخير على أقل تقدير في كيفية المواجهة لهذه وهو الجانب الصحي ومسألة جائحة كورونا واللقاحات كان حاضرا في المباحثات بالفعل. طيب على ذكر الاتحاد الأفريقي والترأس للاتحاد الأفريقي من قبل السنغال، مصر أيضا ستترأس القمة المقبلة، قمة المناخ المقبلة، وربما القارة الأفريقية معنية بدرجة كبيرة من هذه القمة. كيف يمكن التلاحم هنا بين رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي والقضايا اللي بتهم القارة الأفريقية، وأيضا رئاسة مصر لقمة المناخ اللي أشار طبعا الرئيس السيسي لأنه هذه القضية بتهم القارة الأفريقية ككل؟ يعني صحيح، يعني قضية يعني مكافحة آثار التغيرات المناخية أو ما يعرف به ظاهرة الاحتباس الحراري بتعتبر طبعا يعني مسألة بتشكل تهديدا حقيقيا في مواجهة عموم الدول الإفريقية، لأنه على الرغم من أن الدول الإفريقية يعني هي الطرف يعني الأقل من حيث المسؤولية فيما يخص حجم الانبعاثات الحرارية التي تتسبب في ارتفاع معدلات يعني التلوث وبالتالي ارتفاع معدلات التذبيب لهذه الظاهرة، لكنها هي الطرف الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ. يمكن الدولة المصرية سوف تستضيف مؤتمر كوب 27 أو مؤتمر يعني الأطراف أو الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مؤتمر هام جدا للغاية بيأتي في إطار
يعني استمرارية الجهود الخاصة بالدولة المصرية لدفع يعني نطاق التعاون القاري البين المشترك لكي يكون هناك موقف إفريقي موحد. نعم، وربما تأتي هذه أو المباحثات وهذا التعاون بين مصر والسنغال في دعم كل قضايا القارة الأفريقية، سواء من خلال قمة المناخ اللي بتترأسها مصر في الدورة المقبلة أو من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي للسنغال. شكرا دكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.